شكرا معالي الرئيس الجليل، وأنا يعني أشكر الأخوة في أعضاء هذه اللجنة على هذا التقرير الرائع وهذا البيان المحترم، ويعني أشكرها للتأكيد على الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس وتأييدها في كل المحافل الإقليمية والدولية باعتبارها أحد أهم ضمانات التي تحافظ على الوجود العربي في مدينة القدس المحتلة بالمسجد الأقصى وكنيسة القيامة. وأنا أطلب أن يتم أيضا التقرير أن يتضمن أيضا ما يحصل في إدانتنا لمؤتمر أوسلو الذي مؤتمر وارسو للدعاه عليه أمريكا، والتي يضم والذي يراد به تفويض والتآمر على موقف القيادة الفلسطينية. وبهذا المجال أرجو أن يتضمن التقرير فقرة أن مؤتمرنا مؤتمر البرلمانيين العرب يقف خلف القيادة الفلسطينية الشرعية والممثل الوحيد للشعب الفلسطيني في موقفها المشرف في رفض صفقة القرن التي ما هي إلا صفقة تصفية القضية الفلسطينية، ودعوة حكوماتنا بأن لا تتجاوز موقف القيادة الفلسطينية من صفقة القرن وأن تقف بكل قوة خلفها بدعم موقف القيادة الفلسطينية الشرعية المشرف الرافض بقوة لهذه الصفقة التي لن تجلب إلا الخزي والعار لكل من يعترف بها، وندعوهم بعدم حضور المؤتمر الذي سيعقد في وارسو عاصمة بولندا اليوم تحت رعاية أمريكا لبحث صفقة القرن والتطبيع مع العدو، وأن ندعوها بعدم الاعتراف بأي جهة تدعو بأنها تمثل الشعب الفلسطيني قد تحضر المؤتمر. وأيضا أطالب بعد أن قام ترامب بوقف المساعدات للقيادة الفلسطينية بأن يتم دعم هذه القيادة الفلسطينية بالأموال اللازمة حتى تقوم بواجبها. وبعدين يجب أن يتضمن بياننا أيضا فقرة بأن نحيي الشعب الفلسطيني في غزة على جهودهم وصمودهم في المظاهرات الأسبوعية لمسيرات العودة الكبرى. وأمل أيضا معالي الرئيس الجليل بأن يثمن موقف الأردن بموضوع الأنروا والمؤتمر الذي تم بطلب من الأردن وتم بخلاله دعم الأنروا، لذلك يجب أن يتضمن بياننا تثمين الموقف الأردني بهذا الموضوع. شكرا معالي الرئيس. شكرا معالي النائب. الكلمة